رغم الأحوال الجوية السيئة هنا في قلب العاصمة البلجيكية بروكسل، إلا أن ذلك لم يمنع الآلاف من أنصار البيئة وكذلك الذين ينشطون في ملف المناخ من أن يخرجوا إلى شوارع بلجيكا في هذا اليوم العاصف للتعبير عن غضبهم ومطالبهم من الحكومتين البلجيكيتين، سواء تلك التي تحكم في المناطق الناطقة بالفرنسية أو المناطق الناطقة بالهولندية، لتوحيد الجهود وتحديد المسؤوليات حول الجهات التي تعرقل حتى الآن الشروع في عمليا إثبات قانون استعادة الطبيعة. المطالب تأتي في توقيت مهم بالنسبة لبلجيكا فيما يتعلق أولا بقرب الانتخابات من ناحية، ومن ناحية ثانية قرب تولي بلجيكا رئاسة الاتحاد الأوروبي، وهنا ائتلاف يسمى بائتلاف المناخ، وهو مكون من العشرات من المنظمات الحقوقية والنقابات العمالية والداعمة للبيئة، لمطالبة الحكومة البلجيكية بالشروع في استثمارات وكذلك فيما يتعلق بمشاريع من شأنها أن تؤكد على إمكانية السيطرة على الاحتباس الحراري من ناحية، ومن ناحية ثانية أيضا ما يتعلق باستعادة الطبيعة والتحول البيئي. والشعارات هنا تقول أن كل عشر درجة هو أمر مهم. المطالب هنا بأن يكون هناك تحول في المشاريع فيما يتعلق بملفات النقل العام، ما يتعلق بركوب الدراجات الهوائية. الآن الجميع يقول نريدها الآن، الآن نريدها، وهذا أيضا من بين التأكيدات على أن هذه التظاهرات انطلقت وستتصاعد وتستمر وفقا للمنظمين، وهذه واحدة من بين التظاهرات ربما الأكبر التي تشهدها بلجيكا في هذا التوقيت. شهد الكاشف الحرة بروكسل.